السلام عليكم، معكم عمر علي، مستشار عقارات من شركة سبرينغفيلد ريال استيت دبي. سنتكلم في حلقات متواصلة عن الاستثمار العقاري في دبي، عن أفضل الأوقات للاستثمار، أفضل الأوقات للشراء للبيع، وهل الأفضل المشاريع على الخارطة أم المشاريع الجاهزة، وخدمات استشارية لكل المستثمرين من شركة سبرينغفيلد. تابعونا دوما، سنكون معكم، سنعطيكم أفضل النصائح وأفضل الإرشادات وأفضل الخدمات من شركة تعد من أفضل الشركات العقارية في دبي، وسنتحدث عن أفضل المواقع، أفضل المطورين، أفضل المشاريع، وسنعطيك كل الخطط التي تناسبك إذا كنت تبحث عن دفعات طويلة في المدى لسنين، أو دفعات شهرية، أو دفعات بعد الاستلام من 5 إلى 20 سنة، أو الشراء بأسعار أقل. كل الخدمات، كل الخيارات متوفرة لك ولمصلحتك للاستثمار في دبي. كونوا معنا وتابعونا.